الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبدا باذن الله تعالى ونسال الله سبحانه وتعالى وله التوفيق والسداد لدراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومختصر سيره النبي صلى الله عليه وسلم منظومه قدوسه أبيات 100 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Vi ska börja studera Profetens Fasas biografi och vi ska ta det kortfattat och sammanfattade och det blir liksom 100 stycken som någon, alltså poeter, liknande poeter ska vi ta det liksom steg för steg. لكن لو قال قائل لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نوع فوق الفاتر استوى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا سبحان الله. إذا كنت لا تعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مسلم أصلاً؟ لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله. لا بد أن تعرف عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمور مهمة. لا بد. نعم. Hur kan du vara muslim då om du inte känner till din egen profet? För att man ska kunna följa en profet och svara till dem så måste du, så ska du lära känna honom och veta hur han är och hur han var. Men här, ism al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Det är bara en nas kassar. Men när vi har det kommer att kolla med det. Nej. Och vill du börja med namnet, vissa frågar du, vem är den här nationens profet? Så säger jag, jag vet inte. وهل هو نبي او رسول؟ نقول هو نبي ورسول عليه الصلاه والسلام. نعم. يعني توفيت الرسول عن توفيت الرسول الى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان نعلم الى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الى من بعث الله سند سيدنا تبان مصطفى بعد الاوصى. بعد الى الثقلين الجن والانس. انا فكرت البعد جن وانس. وكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائن من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير هذا. نعم. Vem den är som får reda på islam och vägrar att bli muslim, om det är liksom vem som helst, vilka den är här, så är han kafir. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نعرف ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا يدعو حتى نعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إليها. نعم. وقال هذا صلى الله عليه وسلم قال تيل ذكر في وصفه لا يدعى بل صلى الله عليه وسلم قال تيل يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. قال التوحيد وقال في الشرك. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين أو بقي شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدى الأمانة، نصح الأمة، بلغ، جاهد في الله حق جهاده؟ نعم أم لا؟ تسأل والله عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتسأل في القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم meddelat och konstant det budskapet som Allah har skickat honom för. Detta kommer du fråga i graven och kommer du ha. وكان السلف الصالح يلقنون الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبتنا رحوننا دم لا دبطانا أم رفض الصلاة في جرابي. يعني من الصغر يعلم الولد أن نبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وبعث الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. سنتكلم de lärde barnen att profeten sa för dens biografi och historia och vad han gjorde och dem han skickades. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر. نعم. Och profeten sa för dem är en tjänare, han ska inte dyrka som han ska följas och han är liksom en människa fast han är en sällan. ليس له شيء من خصائص الربوبيه لا يمكن ان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العباده. نعم. ان ينجلك يسوع واتي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق من حق البشر. نعم. الله رجل صم صم صفر في من يقول أول أو صم صم في البروفيت صلى الله عليه وسلم أنا من يقول وأنا يجد صم أرعب من يقول. إذا نريد أن نتدارس في هذا اليوم
سيره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يدو بي استدرا بروفيت صلى الله عليه وسلم. اولا يا اخوانا، ما حكم محبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ ما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق والله، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبتنا. لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، ولكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نعم. Du måste älska profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم och respektera profeten som kärlek mer än alla andra människor som finns. Allah kommer nummer ett och sen kommer profeten صلى الله عليه وسلم som du ska älska. لكن لو قال قائل كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نعم. لو كان زي هو كان يعشق محمد صلى الله عليه وسلم وكان عاشق وقت. نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام تقوم بتعلم السنة. نعم. يعشق محمد صلى الله عليه وسلم ينام يدرس عن السنة. ثم تعمل بها. ترى كثيرة. لا بد تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن من تمام المحبة الاتباع. نعم. أنت كن أفضلك على المنفيل يا دمان إسحاق. ولا يمكن أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يكلك صم خوودي النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها الناس. أستودي على فكرة صم أكلال وأمر من بود. تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تدفش فور فكرة صم سنة. فإذا صنعت هذا يبقى لك ذكر في هذه الدنيا، ذكر بالخير بالجميل بالمغفرة بالرحمة. نعم. رأيي هو أن سوكم اللي تسمعني الناس وكفول تطريقه after after long work work الناس فوق كم يقول لي فوق تود أن دي صوت فوق فوق تطريقه. قال الله سبحانه وتعالى في من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر المقطوع له عضو لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر. نعم. در الله سبحانه وتعالى سيدي بن صلى الله عليه وسلم دوم سم خاطري دوم سم أدين تنبه أدى دوم سم som inte kommer ha någon titel i dunia, det vill säga de blir avskurna, avklippta, så att ingen kommer att prata om dem. De kommer att glömmas bort helt och hållet. Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam qaddar Allah subhanahu wa ta'ala ala hada al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa masaib wa abtila'at ja'at al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. وماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ راضي بقضاء الله وقدره، متفائل عليه الصلاة والسلام. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم utsattes för väldigt svåra prövningar från Allah subhanahu wa ta'ala, väldigt svåra tider, kriser, omständigheter, men han liksom bekämpade och mötte de här allt detta med glädje och han var nöjd med Allahs vilja. نريد أن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعندما بعث عليه الصلاة والسلام وبعد موته عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن السيرة بأقسام ثلاثة. نعم. بيبيل كوت أم دكتور صلاة بيغرافي إن أنهم لا تفيد وكيفتر وكيفتر ثانية بيكوت سو دين تيس فاضي. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أمور، الله سبحانه وتعالى قدر وقوع قصة الفيل. هذه الأمور حتى تجعل الله سبحانه وتعالى الناس يتجهون إلى مكة ويعظمون البيت وكذلك أهل البيت وهم قريش. نعم. Innan profeten صلى الله عليه وسلم så gjorde Allah سبحانه وتعالى att den här händelsen där elefanten det som försökte riva sen när Allahs hus och Allah SWT
tog koll på dem, och detta gjorde att Macka fick en väldigt hög status och alla vände sig till Macka. Vad är Nabi sallallahu alaihi wa sallam för amen till? Nej. Han föddes i det året den här attacken föddes. För jaman ett nej. Måndag. För shahra bir awal. لكن اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تحديد اليوم بالضبط، هل هو الثامن او العاشر او الثاني عشر من شهر ربيع الاول، على خلاف يعني عند العلماء رحمه الله تعالى. وهذا لا يغير عندنا شيء، لانه لو كان هذا الامر امر بالمهم ويترتب عليه شيء وفضل تحديد اليوم تاريخ اليوم بالضبط لذكر لنا الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. دوم لا ده أروي إن جاء أم ده أذن أصلاً بدم تيجون ده دكتور ده دار دوم صار سان فدس. من من ده أريد ده نون بيكتي إن فما هو ده بيكتي على دوم خان فد. هذا ده هاي وايد نون نون في خان ليجت صوم كل دوم بريدا دوم صار سان سكيل إنفر مير عمر. لكن المهم عندنا مثلاً أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين ونصوم هذا اليوم. شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا اليوم يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه القرآن فيه، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب صيام يوم الاثنين، نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم okay, men han var den där åren och sen Allah subhanahu wa ta'ala skickade en uppenbara som en på måndagen, och därför är det liksom rekommenderat att man ska fasta på måndagen som tack för att visa sin tacksamhet över att Allah subhanahu wa ta'ala har skickat den här sönderbuden, och det var det som profeten sa sen också uppmanade till. Nej, walid alayhi salatu wa salam yatima lilla abu mata abu يولد بالعرض. نعم. ونا الله سبحانه وتعالى هو بستيان في الأرض بسم ترون بسوس من الوقت الله بيل بارده بل كل قوات هذا معنى الله سيد البرج الكفير وكان فيت قدرة هو الفاضل. ثم كان في كفارة جدي عبد المطلب. نعم. كان فار أخار فار تكون هذا ما هو عبد المطلب. مات الأم. كان اسمه مدو. ثم مات الجد. ثم كان في كفالة عمي أبي طالب. سبب الفانس فارد وسم تلقان الله. ومات أبو طالب. أرسل أبو طالب بقصه. تزوج خديجة رضي الله عنها وماتت خديجة رضي الله عنها. أنا اكتسم خديجة وخديجة بقصه أكثر. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا كلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. إذا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بحياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها. Allah profetens barn sallallahu alaihi wa sallam dog medan profeten var i livet, förutom Fatima som dog 6 månader efter profeten som gick bort. Odi skadades, behandlades illa. Kathabu de bjög honom. Takallamu alayhi rådde illa om honom. Qalu anhu shahid han var en magiker. Wa kahin och han liksom föll sig. Wa kadhib spånade och han lögnade. Ramu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa adamu aqila alayhi salatu wa salam. نعم. دم كاستد سموس كاستد هون هم مستعين هون هم سموس يلا صوت يا. أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لو جيل دولا هون. سحروا. دم دم مريم هون. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكسر تبعيته. بعض أسنان. نعم. استودا تو كان نورا تندر استودا نورا تندر إذا يجي. نبي الأمة يهاجر عليه الصلاة والسلام ويدخل في الغار. Nej, men han emigrerade, så gömde han sig i grottan. Fi Uhud raji' thuluth al-jaysh. Nej. Fi ghazwat Uhud raji' min al-jaysh, yani raji' wa taraka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thuluth al-jaysh. Raji' wa taraka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
I Uhud-kriget så en tredjedel av armén lämnade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بنوا عمومة أعمام النبي صلى من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عليه الصلاة والسلام منهم نعم the fancy selecting a cuisine not the name of the selecting some krieger the prophet صلى الله عليه وسلم وبشرف the prophet صلى الله عليه وسلم يعني قوم من الكفار ثم ظهر أهل النفاق وأخذوا يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في الباطل لا في الظاهر نعم. وده فانس إيمان فول صم بشرف ده فانس صار صم اسميك لكسام خسرت لكسام دم هيك كده. تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دم فقط إلا أم رضي الله عنها هستر عائشة وكان رجل هنا في إكتم الصبر. والغرض من هذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Och allt detta är så att de ska liksom skada profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och kam min umur hadafat wa huwa alaihi salat wa salam yuthabbit Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi risala wa addaha alaihi salat wa salam ala akmal wajh wa taraka al umma ala bayda naqiyya laylaha ka nahariha lam yazigh anha dahar. Na'am. Trots alla dessa prövningar, alla dessa kriser, omständigheter, så fortsatte profeten sallallahu alaihi wasallam med Allahs budskap utan att någonting distraherade honom, utan att någonting stoppade honom. Han fortsatte och gjorde det han skulle. För ej sig, jahdut, lakka al-an, av jahdut lakka fi tariq al-da'wa, ma la tasna, tadzur fi sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqul wallahi lam yalhaqni shay'. مما لحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يقول أخص الدعوة سأسكدو أم نوفين كان لدي نوفين موتقام سأسكدو ديركت كومي فوق صلى الله عليه وسلم وك إنت أنت نوفين نوفين فاميلة هار كان لدي رسم هندي صلى الله عليه وسلم وضعوا له السم في الطعام عليه الصلاة والسلام. ثم بيلا فيك تهون بصديق في هذا الموضوع. لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من أردع خبز كان في ذاك الزمن لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار يعني لا يوجد شيء يطلق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام هم قلت أولي مات عبد السنس فبرد سنطان فلن فيها ibland det gick tre månader där inte el tändes för att laga mat i profetens hus. بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر لم يبقى له شيء في مكة عليه الصلاة والسلام أخذ كل شيء كان له في مكة نعم لا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في مكة سو كونفيسكيرا دي كفار اوت سو الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عندما أتى إلى المدينة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة ماذا؟ هل بنى بيتا له؟ لا أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد نعم وقتفشت أما نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وانت دانسك لبيجة تقول سيكوال أن تقول المسجد وقتفشت أن يبدأ